السلام عليكم ورحمة الله. بنكمل معكم أصدقائي بسلسلة فتح الدجال علي ملا كردي. وبتوقع يا شباب إنه هذا الفيديو الأخير ضمن سلسلة كشف حقيقة الدجال علي ملا كردي، وراح نبدأ بسلسلة جديدة مع كاذب ودجال جديد إن شاء الله. طبعا أنا عندي قائمة طويلة بأسماء الدجالين اللي عم يستغلوا الناس باسم الدين، وهم كل همهم جمع المال والشهرة ولا شيء آخر. في كتير حكوا معي يسألون إنه أنت ليش مركز على موضوع علي ملا؟ بصراحة لأنه موضوع علي ملا هو كان متصدر القائمة، يعني كان هو يعتبر رقم واحد بين الكذابين والدجالين اللي عم يستغلوا الناس باسم الدين، بس كل همه جمع المصاري والشهرة ولا شيء آخر. واللي بيطلع بيحكي لي إنه علي ملا عم يحكي إنه عم يعالج الناس بالمجان من الحكي الفاضي هذا، بحكي له عزيزي كلامك انت خطأ وعاري عن الصحة تماما، لانه انا حكيت مع ناس واقسموا لي، والناس ما انا مجبور انه تكذب يعني، واقسموا لي انه راحوا لهنيك ودفعوا مصاري وحتى ما استفادوا شيء على علاجه. غير هيك هو لما عم يعمل الخلطات ويبيعها عم يبيعها باسعار اعلى من اسعار السوق باضعاف اضعاف مضاعفة. فلهيك ما في شيء يسود عيونك علي ملا، ما عم يعمل شيء لله علي ملا، هم المصاري وهم الشهرة وبس. فلهيك يا شباب ما رح اطول كتير بالفيديو، بتمنى تشاهدوا معنا الفيديو اليوم للنهاية، لانه هذا الفيديو الحاسم مثل ما حكيت. بهذا الفيديو راح يبين كذب ملا علي، فبتمنى تتابعوا معي للنهاية، ولا تنسوا الفيديو من الاعجاب والاشتراك بالقناة، وخلينا ندخل بالفيديو مباشر يا شباب مشان ما نطول الفيديو اكثر من هيك. اصدقائي بهذا الفيديو راح يوضح حقيقة كذب علي ملا كردي، واللي ما راح يصدق انه هذا الرجل هو كذاب وهو دجال فانا بقول لك يا اخي انت في بقلبك مرض. خلينا نتابع الفيديو مع بعضنا يا شباب. يا شباب انا بتمنى انكم تركزوا معي بالفيديو منيح تمام؟ خلونا نبدأ. هسه اوكي تحكي باذن الله، بس ابد ما تحكي، ابد قربان وقصيناك، ابد ما تحكي. وايش الختي قالت؟ ابد انه ما تحكي، خلص مو ابد. خلينا نكمل. اختي ابد ما تحكي، ابد ما تحكي، هسه يحكي باذن الله. يا الله يا الله، بسم الله افتح فمك يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لا تخرجين. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا أخت زميلة. لا تعبدي. قال استاذ ليش جبتها؟ ستحكي ايش ليش؟ استاذ زميلي وقتك بارك الله. زميلي ليش؟ قال جابني ابو. حتى طيب. راح تستفرغ، راح يموتها. تقول يا الله. يا الله. يلا. راح تستفرغ، عم يحط اصبعه بتمه وراح يثقب من هون يطلع من الطرف الثاني شوي كمان، راح تموت بين ايده المخلوقه. خلونا نكمل. استغفر الله العظيم. بس. يا أيها الدماء بإذن الله تعالى. أختي يلا علي صوتك. يا قل يا الله لحد الآن ما قال. قل الله لحد الآن شو الصوت معكو أستاذ أختي؟ خلي إيدك على صدرها. قل يا الله لحد الآن أخت أستاذ صوت معكو هسه يطيب بإذن الله تعالى. ليش حلو عتا أفتح فمي. من أحد ضوابط الرقى الشرعية ممنوع الضرب. طبعا هذا الفيديو بتمنى اللي بيعرف راقي شرعي او هو راقي شرعي ينزل على التعليقات ويكتب لنا تعليق بسيط ملخص عن الشيء اللي عم يشوفه حاليا بالفيديو. اللي بيعرف راقي شرعي او اذا كان راقي شرعي عم يشاهد الفيديو بتمنى تعليق صغير، واذا حدا بيعرف يبعث الرابط للراقي اللي بيعرفه خليه يشاهد الفيديو ويكتب تعليق صغير تحت الفيديو بس لتتوضح الصوره والحقيقه للناس. وبتمنى انه يكتب ضوابط الرقية الشرعية اللي تعلمناها من الرسول عليه الصلاة والسلام واللي استخدمها الصحابة رضوان الله عليهم والسلف رضوان الله عليهم جميعا. خلينا نتابع الفيديو. بس لا تحرك ايدك.
وننزل من القرآن ما هو شفاء. راح يموتها شوي كمان. ولا يزيد الظالمين إلا أختي يلا قل أختي شوية يلا أختي قل يا الله لحد لا نشوف صوت معكم هتا استا صوت يا بلا من أمن يقين من إمام الصينة إن شاء الله استا شهادة بتوعك أنا عندي يقين هسه يطيب إن شاء الله لحد لا صوت معكم هذا تعرفون حتى الشفاء بيد الله مو بيد البشر خوش إنسان هتا استا سيد كان صوتين يا بلا من أمن يقين منها صوتي دبتور دمار جيرايا دمار ماله مسدود هسه نفتح أختي قل يا الله بسم الله أستاذ لحد الآن صوت ماكو هسا شو سوي نرقي عليك ونمددها يلا أختي تعال الله أكبر وإذا مريت فهو يشفيني وإذا مريت عفا يلا صوتك علي عفا أستاذ يلا صوتك علي قل يا الله بسم الله بسم الله خلينا نصلي على النبي الله صل على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد انتبهتوا معي يا شباب منيح حكت بالآخر حكت مع أنه القراءة اللي قرأها ما لا علاقة بالرقية الشرعية أبدا أبدا يعني الرقية الشرعية التي أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام غير مطابقة تماما لهذه الرقية التي أتى بها هذا الدجال لاحظتوا معنا حكت انتبهوا على تاريخ الفيديو تاريخ الفيديو 25/8/2019 ماشي في فيديو آخر في وقت مختلف بعد شهرين وعشرة أيام أو شهرين و11 يوم تقريبا نفس الامرأة نفس المرض نفس السيناريو لا يوجد اختلاف تماما لا بالمرأة ولا بالسيناريو بس الاختلاف الوحيد الناس المرافقة معها طيب أنا عم أكذب خلونا نشوف الفيديو مع بعضنا لاحظوا معي يا شباب الفيديو بتاريخ 6/11/2019 نفس الامرأة نفس الامرأة نفس المرض لكن الناس المرافقين معها مختلفين نفس الامرأة شايفين ركزوا معي منيح على الوجه ركزوا على الوجه منيح نفس الامرأة نفسها نفس المرض نفس السيناريو خلينا نشوف الفيديو مع بعضنا وبعدين في عندي شوية ملاحظات حاب احكيها بتمنى تتابعوا الفيديو للنهاية يا شباب خلينا نتابع الحمد لله احنا وصلنا لدرجة الأنبياء بإذن الله 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 أختي ماكو صوت يا ناس ارجعوا إلى إذا طاب صلوا توبوا إلى الله وارجعوا إلى التوحيد والقرآن والسنة هسه أجل رب العالمين أنا ما أعرف يطيب له ما يطيب بس عندي يقين بالله سبحانه وتعالى أختي يطيب إن شاء الله هاليوم 6/11/2019 يوم الأربعاء صحيح؟ أخش كم كر لا لا شوفوا يا شباب علي ملا إنسان ذكي علي ملا مو غبي بس علي ملا بالفترة الأخيرة استهان بعقول الناس تمام؟ علي ملا ذكي دخل للناس بطريقة أو دخل فينا نحكي بالأحرى أنه دخل للناس من بابين من باب الدين من باب العاطفة دخل من أقوى بابين دخل من باب الدين وطبعا أي شخص بيدخل من باب الدين الناس بيصدقه داعش دخل من باب الدين مسيلمة الكذاب دخل من باب الدين الأعور الدجال الأعور الدجال بيدخل على الناس من باب الدين إني أنا ربكم فاتبعوني ففي تعليق عجبني في واحد كتب تعليق عجبني إنه إذا هذا حكى هيك واتبعوه فما يطلع أعور الدجال يعني مطلقا مطلقا الكل راح يتبعوه طبعا من الناس اللي بتصدق هذا الشخص وبالنهاية بنقول الحمد لله على كمال العقل خلينا نتابع مع بعضنا أبد معكم هسه طيب بإذن الله تعالى شوية شيء تأجل من رب العالمين بالحذاء تقدر تسجد بدون وضوء تقدر تسجد بس الحمد لله عندي وضوء الحمد لله السجد لله رب العالمين حتى إيش فيه خطنا الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى. شوف النفاق، شوف النفاق عفوا، النفاق والدجل. سدد وجه الذي خلقه وشق سمعه. على فكرة هذا الشيء محرم أن الواحد يسجد أمام البشر، هذا الشيء محرم. إذا أشتغل لله وإلى إيش في خدنا، وإذا أشتغل للمادة وللسياسة ربي ما إيش فيها. أختي بس طلع حلقي سمعته؟ بسم الله يا رب أنت الشافي، بسم الله الرحمن الرحيم. صوت ماكو أبد أسا يا رب إخوان شر مزار مدى أبد أبد ماكو صوت أبد. أخافي أختي يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الحركة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا. أستاذ شو الزم إيدينها؟ يجي حتى لا يتحرك، افتح الرسالة بس السنة بمرة. يا الله. وإذا مريضت فهو يشفيني، وإذا مريضت فهو يشفيني. مباشر هسه يطيب إن شاء الله. يا الله أنت شافي. أختي علي صوتك. لحد لا قول الله. شوف إخواني لحد لا ماكو صوت. أنا عندي يقين. قل الله. نفس السيناريو. أمره ششي عزيز وهزار مصدي خواش المزار منك. أشير دي وجهك إيش عدد شوف الناس من ما شاء الله الناس ما يعرفين. يا الله. على فكرة. قبل على فكرة هي الناس عنده بالمستشفى، هو عم يستقطب الناس من برا. شوفوا خطته قذرة، الخطة اللي بتبعها السياسة اللي بتبعها لملم سياسة قذرة. الناس هاي التجمع الحشود هاي اللي بتطلع بكل الفيديوهات تبعه، هاي عنده بالمشفى بيستقطب الناس، بجيب واحد بيمثل انه عم يكذب، الناس بتصدق، الناس بتنشر بين بعضها. خطة وسخة عم بتبعها علي ملا لاستقطاب الناس والنصب عليها. الله المستعان. نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أقتل أخاك تحت ثالث. يا الله. أختي علي صوتك. قل يا الله. يا الله. أختي لا ما طلعت ما حكيت. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. ما زبطت هالمرة. وهدى ورحمة للمؤمنين. أختي يلا علي صوتك حتى كلنا نسمع. قل يا الله. هسي مرة ثانية أختي. الله. صوتك الله. حتى نسمع أختي مرة ثانية. يلا أختي علي صوتك. يلا أختي علي صوتك. ما يصير شيء. مرة ثانية أختي عزيز ما نسمع. الله أكبر. خلينا نصلي على النبي. الله يخلي بالك على الموبايل ما تعرف بعدين. ها ايه اختي تعالي من الجاي. فيا شباب المؤيدين لعلي ملة، امنتوا انه هذا الرجل كاذب، انه هذا الرجل منافق، ان هذا الرجل عم يستغل الدين كغطاء لافعاله؟ رغم كل هاي الحقائق وهي الدلائل اللي جبتها من السنة ومن فيديوهاته ومن كل المقاطع اللي جبتها، انا ما امنوا الناس. فذكروني بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام لما الرسول صلى الله عليه وسلم شق القمر لقريش لكي يؤمنوا ولم يؤمنوا. فيا شباب سبق حكينا هذا الرجل كذاب، هذا الرجل عم يمثل على الناس، هذا الرجل عم يستقطب الناس ويجيبها لعنده، بيجيب واحد بيمثل هو إياه دور، الناس بتصدق مشان الناس تجيب ناس. فهمتوا لعبة القذرة ولا لا؟ وبخصوص الناس اللي عم تحكي لي انك انت عم تحكي عن هذا الرجل مشان تجيب شهرة، على فكرة عن هذا الطريق انا مبادئه من 5 سنين، انا من 5 سنين بهذا الطريق مو جديد علي. وقناتي الثانية اضحك مع الخميني هي اكبر دليل. فاللي بيتهمني انه انا رافض وكذا، على فكرة انا صاحب قناة اضحك مع الخميني. فاذا ما بتعرف هاي القناة ابحث عنها باليوتيوب عن هذا الاسم، تطلع قناتي بتعرف من انا. هاي اولا. ثانيا انا لو بدي حاب انشر من وراء هذا، كان عملت فيديوهات مناصرة له انه الله اكبر شاهد هذه المعجزة، الله اكبر شاهد هذا الشيخ يشفي المرضى، يشفي الابكم، يشفي الاعمى. كان انا جبت مشاهدات وبرضاك انت اللي عم تحكي علي اليوم، اللي عم تكتب لي انك انت عم تصور هاي الفيديوهات مشان الشهرة، لو عملت فيديوهات مناصرة له كان جبت نفس المشاهدات وبرضاك. بس بهي الحالة انا بكون انسان منافق.
نقطة انتهى. فيا شباب هذا الفيديو كان اليوم، والله والعلم عند الله انه هذا الفيديو هو النهائي والحاسم لسلسلة علي ملا كردي. يمكن في فيديو تاني راح يجي بعده، بس ما اتوقع، يمكن انه يطول شوي. هذا فيديو اليوم، بتمنى اذا كان في رقاة شرعيين معنا يكتبوا لنا تعليق اسفل الفيديو، او اذا ما في رقاة بالفيديو اللي بيعرف رقي شرعي يبعت له رابط الفيديو خلي يجي تحت ويكتب تعليق لعل وعسى الناس تقتنع. وهذا هو فيديو اليوم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو، والى اللقاء في سلسلة جديدة مع دجال جديد. والى ذلك الحين دمتم في امان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا تحياتي، اخوكم محمود.